السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار السلسلة الرمضانية افتح قلبك للقرآن الكريم في رمضان. هذا الفيديو كتجيكم في اليوم 25 من رمضان، اللي كنتمنى أنه يكون دايز لكم بخير وعلى خير وبالأعمال المتقبلة إن شاء الله، حيت حنا دابا في العشر الأواخر من رمضان اللي خصنا نكثروا من الصلاة وكذلك من الصيام ومن القيام ومن قراءة القرآن إن شاء الله. إذا كما عودتكم كنقرا معكم الثمن الأول من الأحزاب، واليوم إن شاء الله غادي نقرا معكم الثمن الأول من الحزب 25 من سورة يوسف من القرآن الكريم. مرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله المولى الكريم. هاتي كانت قراءتي للثمن الأول من الحزب 25 من سورة يوسف من القرآن الكريم. إذا كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وأنتم كتشاهدوا هذا الفيديو. زيدوا دعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.